حضرتك تكلمينا اكتر عن مبادره كلنا واحد اللي عملتها وزاره الداخليه، بتبيع فيها بعض المنتجات باسعار مخفضه، ايه رايك فيها؟ اه دي فعلا موجوده، في منها عربيات كده بتكون موجوده في كل منطقه، بيبيعوا فعلا حاجات بنستخدمها في البيوت بتكون باسعار اقل شويه من اللي بره. احنا بنكون بنطمن ان احنا بنشتري منها لانها موثوق فيها شويه، مش حاجه يعني مش موثوق فيها ان انا استخدمها في بيتي، وفي نفس الوقت اسعارها كويسه. هو نظرا لارتفاع الاسعار اللي ارهق بعض المواطنين ومحدود الدخل، الوزاره قامت بالمبادره دي لتخفيف العبء عن المواطنين بنسبه تخفيض ممكن توصل ل 25-30%، وبتنزلها باسعار مخفضه بالنسبه للحوم والبقوليات والرز والمكرونه والسلع الغذائيه التموينيه الخاصه اللي محتاجها كل بيت. فبتعمل هذه المبادره عشان المواطن يحس ان في تخفيض في السعر وتخفيض في المنتج المصري ويقدر يشتري ويعيش في هذا، نظرا لارتفاع الاسعار الرهيب اللي في بعض المناطق الثانيه. فالوزاره بتعمل كده لتخفيف العباء عن المواطن المصري. والله انا من خلال زيارتي لبعض المستوى ماركت الكبير والحاجات الموجوده بشوف في مبادره كلنا واحد تخفيض اسعار، ويعني بنحاول الداخليه والشرطه والجيش بيحاول يساعد الناس على قد ما يقدر. لا لسه بصراحه ما سمعتش عليها قبل كده. هو انا بشوف اللي هي الاماكن اللي عاملاها وزاره الداخليه لبيع المنتجات باسعار مخفضه، ودي حاجه كويسه، هي والجيش يعني في برضو عربيات الجيش منتشره بطريقه كبيره جدا واسعار في متناول الجميع. يعني انا سمعت عنها بس ما شفتهاش، بس طبعا حاجه كويسه ان على الاقل تخف علينا التعب اللي احنا شايفينه دوت، ويا ريت الشركات كمان تساهم في الحاجات زي دي على الاقل تخف عن الشعب، لان فعلا الشعب تعبان شويه من الغلاء الجامد اللي احنا شايفينه. لو اتطبقت تبقى كويسه جدا بالترتيب طبعا مع بعض الشركات، مع بعض الشركات المنظمه، مع بعض الشركات الراعيه، في ظل طبعا ظروف البلح عاليه وفي ظل طبعا الاسعار غاليه، هتبقى كويسه جدا طبعا للناس كلها. دي حاجه كويسه طبعا، يعني كده الدوله حاسه بالمواطن وبتحاول يعني بقدر الامكان ان هي برضه تساهم في تخفيف المعاناه عنه. وصلنا لآخر فقرات حلقتنا النهاردة، وغلاء الأسعار مشكلة كل فرد ومشكلة كل بيت وكل أسرة، والحقيقة مش سهل خالص إن احنا نفضل نتكلم عن ارتفاع الأسعار ونقدم حلول، وناس كتير تقول ما هو اللي إيده في المية مش زي اللي إيده في النار، محدش حاسس بالأزمات اللي احنا فيها، طب هنجيب منين؟ حتى لو هنتحمل قولولنا لغاية إمتى؟ طب كتير بنسمع عن مبادرات وعن حلول بس احنا ما بنشوفهاش. يا ترى المبادرة اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة كلنا واحد فعلية مستمرة ولا الفترة وهتنتهي؟ شو بيحصل يوم اتنين شهر وبعد كده السلاسل التجارية اللي مشتركة فيها هتنسحب وترجع الأسعار زي ما كانت، ولا دي حاجة مستمرة عشان تدعم المواطن في الوضع الاقتصادي اللي هو فيه لغاية لما ربنا يعدي بالبلد دي لغاية بر الأمان؟ بيسعدني ويشرفني عشان نتكلم عن المبادرة دي أكتر، وأتمنى أنها تفضل مستمرة وتقدر تفيد كل أسرة وكل بيت. دكتور مصطفى إبراهيم الخبير الاقتصادي، أهلا بحضرتك. أهلا دكتور. ستي. صباح الخير. صباح الفل. كلنا واحد، يعني أنا هدخل في المبادرة على طول الأول، لأن موضوع ارتفاع الأسعار والأزمات اللي احنا فيها دايما بنتكلم عنها، احنا النهاردة بندور على حل، بندور على حاجة ملموسة الناس تحسها. المبادرة دي حقيقية ملموسة سهل توصل للناس وابتدت فعليا ولا لأ؟ بصي، أولا هنبتدي من كذا منظور. أول منظور هنتكلم بأي مبادرة تحاول تخفض الأسعار، ودي مبادرات مقبولة من أي جهة ومن أي شكل. يعني اي واحد بيحاول يعمل مبادره يخفض بيها الاسعار او يشيل جزء من عبء التضخم عن الناس، فدي مبادره مطلوبه. لكن هو السؤال اللي مطروح زي ما حضرتك انت سالتي كام سؤال، هم تقريبا البرنامج او الحلقه، بمعنى ايه ان النهارده هل وزاره الداخليه هي المعنيه بالكلام ده؟ وزاره الداخليه ايه دخول وزاره الداخليه عندها ما يكفيها من مشاكل؟ دخولها في منطق الاسعار والتعامل مع السوبر ماركتس والكلام ده، والرغبه منها ان هي توصل معاهم لاتفاقيه او مش اتفاقيه او نوع من المبادره اللي اذا دامت اسابيع وتنتهي، هل ده دور فعليا لوزاره الداخليه؟ دور مشكور طبعا، لكن هو مش دور مستمر،
ولا هم المسؤولين عن تحديد الاسعار، لان هم كوزاره الداخليه ما اعرفش والله سعر الرز بكام او السكر بكام او التخفيض في المنتجات دي هتبقى بكام، وهل هو تخفيض فعلي ولا لا. ده السؤال الثاني. السؤال الثالث حضرتك طرحتيه، هل هتستمر؟ لا مش هتستمر، لان خلي بالك دول شركه سين للمنتجات الزراعيه، دي مش مصر الخير ولا منشاه خيريه، بمعنى ان هو النهارده هو بياخدها من منظور ان هو بياخد منها نوع من الدعايه الاعلاميه. الحاجه الثانيه ان هم ما بيكسبش 30 او 20% عشان يخفضهم، فده بقى نوع من نوع البروموشن اللي موجود مع بعض الشركات لتسويق لفتره. الحاجه الثالثه ان هو الشركات دي معموله مفهومها الاساسي المكسب، فهي مش هتضحي بمكسبها نظير دور مش بتاعها، يعني ده دور منوط بوزاره التموين ان هي تخف عن المواطن، لكن الشركات المستثمره اللي اغلبها شركات خارجيه ده مش دورها وده مش هدفها، ولو اتعملت كده وانخفضت ارباحها المدير الاقليمي بتاعها هيتشال. يعني بمعنى اخر ان الدور ده لو كان بيتعمل لفتره قصيره لاسباب ممكن ترويجيه مع بعض الشركات واسباب اعلاميه لمده اسبوعين، لكن ده مش دور مستمر، لان هو لو ما يقدرش يستمر بربحيه قليله، اولا هو ما بيكسبش 30%، فمعنى كده ان دي مشاركه ما بين المورد وما بين السلسله نفسها في تخفيض نسبه الربحيه، ما يقدرش هو يكمل بالشكل ده، هم ليهم نسب بيشتغلوا بيها والنسب دي مطلوب ان هي يحققوها. فإذا كان تجاوب مرة لفترة قصيرة ده مش معناه أن المبادرة دي مستمرة، هي حتى اسمها مبادرة، يعني بمعنى أنه ما فيش فيها إلزام، ما فيش فيها أنك أنت تقدر تلزمي الفترات أو لنوعيات أو إلى آخره. وهو بوجه عام أغلب السلاسل دي بتعمل نوع من المبادرات على مستوى الفروع على مستوى السنة، نعتبر أنها زي ورقة العروض اللي بيدوها للمواطن، هو داخل تاخد الفترة بتاعتها الأسبوع أو الشهر وبعدين خلاص انتهت، مفيش إلزام عليها. ما دخلتيش السوبر ماركت قال لك كل حاجه 30%، ما فيش. يعني ما هو ما اقدرش كمان، يعني ما فيش، ما دخلتيش اي سلسله من دول هيقول لك انا كل المنتجات عليها خصم 30%، عليها خصم 20%، ولا حتى 10%. الفكره كلها انه انت النهارده بتعالجي بالظبط زي اسبرينا للمشكله نفسها، لكن هو ده مش حل المشكله، هو دي محاوله للحل. طب محاوله للحل تودينا للحل ولا احنا كده مش ماشيين في الطريق؟ خلي بالك الارتفاعات ليها اسباب مختلفه، ما تقدريش تختزليها في سعر واحد، في سبب واحد. يعني فيها اسباب ارتفاع الدولار، التكلفه مع وجود المحروقات ارتفعت تكلفه الاسمده كمثال، يعني بالنسبه للزراعه والمنتجات الناس بتستخدمها للنقل، لتكلفه المزارع في المنتج في الاجهزه اللي بيستخدمها طرمبات المياه والديزل والكلام ده كله، ده ارتفع، ده لازم ينعكس عليه لان ده في الاول وفي الاخر ارتفاع. وفي نوع تاني من الارتفاعات اللي الناس بتسميها جشع التجار او ارتفاع النسب الربحيه اكتر من النسب اللي اتضافت على السلعه، دي النوع ده من المبادرات ممكن يحلها، لكن ده ما بيحلش ارتفاع الاسعار في حد ذاتها، ممكن يخفض الامباكت او اللي هيحدث على الاسعار لكن ما يقدرش يشيله. وبرضه نفس زي ما كنا بنتكلم انه دي لفتره مؤقته، اللي المفروض انه يعني يحاول يخفف الهيبه هي وزاره التموين، عليها اليات كثيره، عندها محلاتها، عندها قدراتها في النقل، ان جزء كبير من المصاريف اللي موجوده من مصاريف لوجستيات. فانت النهارده لما بتسمعي مثلا عن سعر المنتج على اول الارض كخضار او فاكهه او الى اخره، لما تسمعيه بيوصل لينا بكام؟ هتلاقيه حوالي 5 اضعاف. فهنا فكرة اللوجستيات هي فكرة موجودة، لازم الدولة تستخدم آلياتها ان هي تخفض حتى جزء كبير من اسعار الخضار الفاكهة الحاجات دي كلها. السلاسل التجارية المعنية او الخاصة بالحكومية طبعا اللي تتبع لوزارة التموين او غيرها، ليه ما فيش عليها الاقبال المنتظر؟ يعني ليه برضو الناس بتروح تشتري رغم ظروفها الصعبة وارتفاع الاسعار من المحلات التانية؟ لان في عندها وجهة نظر انه ما عندهاش كل المنتج، المنتج اللي موجود رخصه مع رضاءته، أو يعني مش نفس المنتج بنفس الجودة اللي موجودة برا. يعني مثلا كمثال كنت بتكلم مع حد بيتكلم عن الرز مثلا، يعني في بعض أنواع من الرز اللي موجودة في المجمعات مش بنفس الجودة، أنا ما أعرفش شخصيا لكن ده كلام اتقال، فممكن الناس عندها انطباع أن مش بنفس الجودة، تخفيض السعر مش مقصود بيه المحافظة على النوعية، لا جاي على حساب النوعية. فبيقول لك طب انا اشتري من بره انضف هيديني منتج او يعني ناتج افضل، مع تخفيض السعر الناتج عنه تخفيض الكواليتي. انا اقصد ان دي المبادره الحقيقيه مثلا ممكن، او احدى طبعًا الاليات اللي ممكن تقدمها وزاره التموين، ان يعني توفر الجوده والسعر المناسب في السلاسل بتاعتها. يعني ده الدور اللي احنا بنتكلم فيه، والدور اللي كان رئيس الجمهوريه رئيس السيسي كان بيتكلم فيه، وكان مبادره العربيات المتنقله والكلام ده كله اتعملت، بس ما اتعملت على استحياء. المجتمع محتاج اكتر من كده كتير. انت بتتكلمي على 100 مليون،
السلاسل الخاصه بوزاره التموين والكلام ده كله ما هياش ما تكفيش ضغط، ومش مش في تناول الجميع ومش في كل الحتت، لكن التوسع فيها ده توسع مطلوب ومنطقي. وفي نفس الوقت انت بتحقق منه حاجتين، انت كدوله بتكسب لانه ما بيبقاش بخساره. الحاجة التانية بتخف عن عبء المواطن اللي هو بيواجه تحديات كثيرة في أسعار الكهرباء، المية، الغاز، الكلام ده كله. فما تقدرش كمان تسيبه عرضة لمشاكل زي ما بنتكلم عليها اللي بنسموها جشع التجار أو الكلام ده كله، أو ارتفاعات ممكن أنا أخفض منها. ما أقدرش الارتفاعات الموجودة ما أقدرش أشيلها كلها، لكن على الأقل أخفف جزء كبير من الناتج بتاعها من خلال أن أنا أتوسع في المنتجات دي كلها. يعني هي في الأول مشروع ناجح، مشروع مضمون الربحية، الدولة عندها قدرات على الاستيراد وبيع بأسعار منافسة، عندها قدرات لوجستية من انها تلم المنتجات دي وتبيعها بأسعار منافسة تخف عن الناس، الناس حتى تحس ان في حاجة دخلت جيبها او حاجة ما اتصرفتش من جيبها. صحيح، انا حتى يعني بقول ان احنا مش هنفتح فروع تانية عشان تغطي كل مناطق الجمهورية، ده احنا لو ابتدينا بمنافذ البيع اللي موجودة فعليا نخليها تشتغل صح، نوفر فيها المنتجات بجودة كويسة قوي واسعار كويسة للناس منتظرة. بعد كده وبعد نجاحها ونشوف إقبال الناس ويكون في مصداقية بين الناس وبين السلاسل دي وبين وزارة التموين، بعدين نبتدي نفكر نفتح فروع. قلت نقطة مهمة جدا، المصداقية. الناس في أحيان كثيرة ممكن يكون سبب عدم الإقبال لها أسعارها زي أسعار السوبر ماركت، يمكن السوبر ماركت الكبيرة ممكن تكون عندها أسعار في بعض الأصناف أفضل، اللي هي الحاجات اللي على السبيشال أو العروض الخاصة والكلام ده. فانت لازم تنافس وتنافس بشده، لازم تبقى عارف ان انت ايه مفهومك. يعني انا النهارده كوزاره التموين بالفروع بتاعتي لازم يبقى عندي ميشن وفيجن، بمعنى انا عايز اعمله، بعمل ايه وبعمله ليه. يعني انا النهارده لو بفترض ان انا ما بفتح فروع كتيره لازم اخفض الاسعار ويبقى تخفيض فعلي. يعني الفكره كلها مفيش حد ساذج، والنهارده انت النهارده بتقدري تقعدي وانت بالبيجاما بتاعتك تعرفي كل اسعار المنتج في اي حته في مصر، في العالم مش في مصر. فمش معقول انك تديني عروض او تحط لي اسعار زي اللي انا باخدها مثلا من سين اصاد من السلاسل دي. وده اللي يخلي واحد او يعني اسره تنزل تجيب طلباتها حتى لو المكان بعيد، لكن هتروح عشان عارفه ان في عروض وان في فرق في الاسعار، في حين ان لو ما فيش الفرق طب انا الاسهل اجيب من اي سوبر ماركت جنب البيت. المشكله وبقبل مش مشكله، ده 50 قرش وده جنيه وده 2 جنيه فرق، هدفعه مواصلات لغايه لما اروح واشتري بالاغلى، وانا عارفه ان في انتهاز وان في استغلال وان في جشع من التجار اللي جنبي وبستسلم له. يعني في هم بيساعدوني ان انا استسلم للجشع. ما بصي خلي بالك زي ما حضرتك قلت ان في البدائل المتاحه، لازم تبقى بدائل. الفكره ايه؟ مسميه بدائل متاحه مش بدائل، مش بس كلمه بدائل. لما ايه البدائل المتاحه؟ يعني زي ما حضرتك اشرتي ان لازم يكون في سوبر ماركت قريب مني، مش هوفر انا مثلا 20 جنيه في اللي بشتريه وادفع 50 جنيه ما بين بنزين ومشوار وباركينج، واخده بالك؟ لا، الفكره كلها انك انت تتوسع فيها. وبعد كده الدولة عندها من الأصول اللي يساعدها على كده. يعني أنا كراجل لو أنا صاحب محلات السوبر ماركات الكبيرة عندي مشكلة في التراخيص، وعندي مشكلة أن أنا ألاقي مكان وعندي ولاقي متسع فيه والآخر، في مشاكل لوجستيات كتيرة. الدولة ما عندهاش المشكلة دي. يعني وكان الكلام ده كان قيل للرئيس، كان يتكلم في الموضوع ده من أقل من سنة، كان بيتكلم أنه لازم يتم التوسع في الكلام ده كله، لأنه خلي بالك الضربات اللي موجودة على المجتمع ما هي برضو من ناحية السياسية مش مطلوبة. فلازم ان انا النهارده اخف الضغط على الناس، وانا عندي الاليه دي. يعني المشكله كلها ان الاليه دي لا هتكلف الدوله دعم ولا هتكلفها مشاكل كتيره، بل بالعكس هتزود دخل للدوله، وممكن تنص بعض القطاعات والصناعات اللي بتقوم بيها الدوله نفسها او بعض المزارع والحاجات اللي هي خاصه بالدوله، المنتج اللي بتنتجه بعض جهات الدوله ممكن يخش جوه الشين دي وتتباع زي ما شفنا موضوع الفراخ والكلام ده كله. ففي امكانيه لكده، وزي ما بطالب الناس انها تتحمل او تسند او تدعم الدوله في الوضع ده وفي الاجراءات الصعبه والتقشفيه اللي بتحصل، لما انا اوفر لها اللي احنا بنقوله واللي في متناول ايد الدوله وفي متناول ايد الوزارات المعنيه، انا كده بساهم وبساعد ان الناس هتتحمل معايا الوضع القائم لغايه حتى لو هيطول شويه. بص الفكره كلها ايه؟ ان انت النهارده عشان تقنعيني بحاجه لازم اكون انا شايف القرار ده بيتعمل ازاي وعارف ورايح بيها فين. الفكرة ايه؟ ان انت النهاردة مش مدين الناس فكرة انا احللك مشكلة الاسعار دي ازاي. بتتكلم على جشع التجار، ده طبعا وارد في ارتفاعات، وده صحيح ان الارتفاعات مثلا افترض انه تكلفة زادت 10% وبحط 20% في اي منتج، يعني مش بتكلم حتى على الاكل والشرب بوجه عام. يعني في طبعا نوع من الاستغلال، لكن الاستغلال ده من عندي اليه حربه.
يعني الفكره كلها ايه؟ في بعض المشاكل انا ما اقدرش احاربها زي ارتفاع الدولار، او يعني في الوقت الحالي يعني كلنا بندفع الدولار ده، لكن في مشاكل على الارض انا عندي اليات اللي انا احلها، دي لازم تبقى اولويه في منظور الدوله ان انا احلها. يعني انا النهارده بقول ايه، المايه غليت، الكهرباء غليت، والى اخره، طب احاول ان انا اخفض لك بقى جزء من 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 حياتك، جزء من حياتك يعني، يعني اخفض لك اكلك، احاول اشوف لك مدرسه رخيصه لاولادك بدل ما تدفع 10 و20 و30 و100 الف جنيه ادفع 5000 جنيه، عايز اشوف لك نوع من من العلاج اللي هو لا هو تعبان جدا، المستشفيات اللي هي او المستشفيات الغاليه جدا، لازم في نوع من من التعامل مع مشاكل الناس. يعني هو النهارده اللي بيمتص الاكل المصاريف الناس هم ثلاث حاجات، التعليم، الصحه، الاكل. صحيح. وانا الدولة ممكن تكون عندها مقدرة كبيرة، ولازم تبص للمنظور ده. الفكرة كلها مش بس ان انا ادي واحد 500 جنيه او 1000 جنيه او نوع من التحفيز المالي، ده مطلوب طبعا، لكن في الوقت التاني انا كمجتمع لازم اشوف مين المنطقة الضغطة. يعني انا النهاردة مثلا بقعد مع ناس كثيرة من الطبقة المتوسطة مشكلتهم في التعليم، النهاردة تكلفة التعليم اللي عنده ولدين او من يعني اسرة من اتنين تلات اولاد، الضغط المالي على التعليم بقى فوق مستوى قدراتهم والتحمل، وما اقدرش اطالبهم بانهم يدخلوا اولادهم مثلا مدارس حكومية. هو احنا بنتكلم في الطبقة المتوسطة اللي هي بتربي اولادها بشكل معين، بتدخلها مدارس معينة بالضبط، ما اقدرش يعني، مش هقول انا ادخل مدارس استثماري، مدارس غالية ب 50 و 100 الف زي ما بنحكي، لكن الطبقة دي قربت تنقرض او اذا ما كانتش انقرضت فعلا يعني. دي طبعا لان ايه اهمية الطبقة المتوسطة؟ هي الطبقة البفر او المنطقة العازلة ما بين الاغنياء والفقراء، ودي في كل المجتمعات، كل ما الطبقة دي زادت كل ما المجتمع بقى فيه نوع من الاستقرار الصحي اللي موجود على مستوى المجتمع، لان هي الطبقة اللي فيها الدكاترة والمهندسين والمعلمين واللي بتغرس القيم جوه اولادها واللي بتعلمها واللي هي بتنهض بالمجتمع. الاغنياء ليهم طريقتهم وليهم حياتهم، والفقراء ليهم حياتهم، ما تقدر تطلبيش منهم اكتر ما هو مطلوب، يعني مش المنتج بتاعه كاشخاص او اضافته للمجتمع بتبقى ضعيفه جدا. فالطبقه المتوسطه هي الطبقه الفعليه اللي بتضيف للمجتمع واللي بتحمي المجتمع من بعضه، خلي بالك كمان زي ما قلنا الاغنياء والفقراء وكده، الطبقه دي هي الطبقه الحاميه، والطبقه اللي انا المفروض احافظ عليها بشكل كبير، لان هي كمان هي اللي بتولد لي الطبقات اللي بتقوم بالمجتمع زي ما قلنا الدكاتره والمهندسين، والطبقه اللي ما هياش كادحه بمعنى الطبقه الفقيره، لكن في نفس الوقت هي طبقه عامله مطلوبه لكل قطاعات المجتمع من مهندسين لمحاسبين لدكاتره. فانا ما اقدرش اخفض في تعليمهم، ما اقدرش اخفض في صحتهم، هم بيحاولوا بقدر الامكان، لكن قدرتهم هتيجي عند حد معين وهتتكسر. فلازم انت النهارده تكتفي عندك محاور انك تحافظي على الطبقه دي، المحاور اللي هي تعليم، صحه، اكل وشرب. لو انكسرت زي ما حضرتك بتقول دلوقتي، وانت كنت بتقول اهميه وجودها، خلينا نقولها في مسج كده توصل للكل، في حاله انكسار الطبقه دي ايه اللي هيحصل؟ الطبقات هتزف في بعضها، ويعني مش بمعنى الاذابه، بمعنى الخلط. يعني هتبقى المجتمع نفسه، الطبقة دي هي اللي بتعمل وعيه، هي اللي بتديله بترقى بيه. لو ان شلت دي كلها، كل زي ما احنا بنشوفه وده اللي ابتدينا نشوفه، فكرة الاخلاقيات، فكرة حتى المزيكا، فكرة اسلوب التعامل، ما عادش في كلمة حضرتك، ما فيش عندك في كلمة سيادتك، ما فيش حاضر يا بابا، ما فيش الكلام ده خلاص. ليه؟ لان انت النهاردة بتشيل الوعي ده، اللي بيعمل الوعي ده طبقة المتوسطة. يعني زي ما انت مثلا ايه بتجي ان الاب او الاسرة مثلا كان مثلا راجل مدير في التربية والتعليم والام مش عارف ايه، فبتطلع ولاده على قيم معينة. صحيح. لو انت كسرت القيم دي المجتمع كله هيخش في منطقة ظلمة، والمجتمعات كلها لما بنمسك، احنا مش هنختار العجله، كل المجتمعات لما بتتكلمي ماليزيا دي كانت منطقه كلها منطقه مهجوره وفيها 30 40 اتنكس وبيضربوا بعض وموتوا بعض. سنغافوره كانت منطقه كلها، او سنغافوره وماليزيا كانوا تقريبا منطقه واحده واتقسموا، لكن هم اكبر منطقتين النهارده في العالم موجود فيهم النهارده، تاخديها كمثال للتحضر والتقدم. الفكره كلها انك بتبني البني ادم، بني ادم هي الطاقه الوحيده المتجدده. خدي مثال، عندك واحد بس تمنه 2 مليار جنيه محمد صلاح ربنا يحميه، فقال تعرف يعني ايه، يعني ايه الطبقه دي، يعني ايه، يعني ايه الناس دي. البني ادم هو العنصر الوحيد القابل للتجديد والعنصر الوحيد المهم جوه المجتمع، الناس لا تقاس بعددها، يعني فاهم ازاي؟ الفكره كلها بالكواليتي مش كوانتي. سيدنا يوسف كان معاه 11 اخ افتكر مخنوه، لكن سيدنا موسى كان معاه اخ واحد وسنده. الفكره بالمعنى ايه، مش فكره دينيه، الفكره ايه، لازم نعمل الكواليتي مش الكوانتيتي.
لما تخش في مجتمع فيه 100 مليون وانت مش قادر لا تربيهم ولا تعالجهم ولا تحافظ عليهم، عندك مشكله كبيره، عندك 100 مليون قنبله. ومش كل المشاكل دي خارجه عن ارادتنا. لا. الحلول. لا. يعني الحلول. يعني في حلول متاحه اكيد، في حلول كتيره متاحه. حتى لو ما قدرتيش تحل المشكله تقللي من الامباكت بتاعها او من الضغط اللي طالع او النتيجه مخرجات المشكله نفسها. يعني اهم حاجه في اي مجتمع انك تقللي، يعني المجتمعات دي لما بتدرس وعندها مراكز بحث والكلام ده كله، الغرض من مراكز البحث دي ان هي بتشوف المشكله. يا زي ما اقول لك الانسان ده عنده رؤيه. يعني ايه عنده رؤيه؟ عنده رؤيه يعني يرى ما في اخر الطريق، وعندما يصل هناك يجد ما توقعه. يعني تقول والله انت لو عملت كده بعد سنه هتسقطي هتنجحي، فهي دي الرؤيه. قدر يقيم ويشوف ان الخطوه دي هتوديكي فين. صحيح. فلازم احنا كمان يبقى عندنا ناس عندها رؤيه كمان. يعني الفكره كلها ايه؟ انت في مجتمع النهارده داخل في مرحله مخاض، ومخاض شديد، لازم في اصوات كثيره ممكن تكون متنافره، ممكن تكون فيها اختلاف في الراي، وده مطلوب. يعني احنا النهارده لما بنتكلم على مراكز البحث، اهم حاجه في مراكز البحث ايه؟ البرين ستورمنج او العصف الذهني. ايه اهم حاجه في العصف الذهني؟ ان الناس اللي قاعده تكون مختلفه. لو انت قلت لي ده مج، قلت لك لا ده كوبايه، وانا قلت لك ده مج، هنختلف على ايه؟ لكن تقول لي ده مج اقول لك لا دي كوبايه، لا ده دورق، لا ده بتاع. الاختلاف مطلوب لان محدش يملك الحقيقه المطلقه. وفي التطوير السريع اللي بيحصل جوه المجتمعات والاليات اللي موجوده، في ناس كلها ممكن تعرف حاجات ما الاخرين ما يعرفوهاش، او صاحب القرار ما يعرفهاش. والاختلاف ده هيوصلنا لحل، هيوصلنا لفكره أكيد. هيوصلنا لحاجه بره الصندوق، بدل ما احنا بنبقى حاصرين نفسنا في حته معينه مقوقعين فيها، واحنا حوالينا حلول كتير قوي لمشاكلنا. وممكن يكون جزء كبير من اصحاب الحلول اللي هم نفسهم جهله. يعني في بعض الادارات، في بعض البتاع، يجي وزير بيطلب مثلا من وكيل الوزاره بعض الحلول، هو أسير فكره وأسير تعليمه. صحيح. فاخد بالك؟ فممكن يكون هو نفسه مش 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 مدرك ان في حلول اخرى. لازم التوسيع فكره البرين ستورمنج. ما فيش ما يدعو ان احنا لما حد يختلف معايا ان انا في مكتبي بقول للولاد تعالوا اقعدوا قولوا لي الافكار الجديده، ولا اقول فكره جديده هديله 200 جنيه واحنا قاعدين. نوع من التحفيز. فالناس تيجي بتفكر، وواحد يقول لي كلمه في حاجه يقول لك فكره عبيطه، عبيطه خلاص فكره عبيطه ما فيش مشكله. لكن في ناس بتطلع بافكار كويسه. لان انت النهارده انت كنت بتكلم قبل الهوا بنقول اللي حصل في العشر سنين اللي فاتوا دول ما حصلش في العشر تلاف سنه. التغيير اللي كل ثانيه بتلاقيه في الاليات، في التولز اللي بتستخدمي بيها، في الحلول اللي موجوده، غير مسبوق في تاريخ البشريه. لا يعني غير كده انه يقول ان احنا نقدر نعمل تغيير، يعني اللي حصل ما حصلش في سنين كتير قوي قبل كده، فده معناه ان احنا لو عاوزين نغير نغير، بس المهم يكون هدفنا التغيير الاحسن، نستفيد بكل الاليات اللي حوالينا واللي في ايدينا، نكون متطورين في تفكيرنا. واتمنى ان المبادرات دي ما تكونش مجرد كلام، احنا محتاجين زيها نفس الافكار لكن على ارض الواقع تبقى حاجه دائمه. يعني اقول لك التغيير، انا عارف الوقت خلص، لكن اقول لك التغيير يعني. يعني كم سنه كنت لسه بقرا تقرير اعتقد كان من الامم المتحده بيقول لك ان الناس اللي في الكيندر جاردن او في الحضانه دلوقتي قبل ما يتخرجوا 67% منهم هيشتغلوا في وظائف لسه ما اتخلقتش، وقبل ما يتخرجوا 50% من الوظائف اللي موجوده جوه المجتمع هتكون انتهت، زي صناعه الطرابيش كده. احنا فين؟ هو ده التساؤل اللي نساله لنفسنا، احنا فين؟ دكتور مصطفى ابراهيم الخبير الاقتصادي نورتني، بشكر حضرتك جدا، استمتعت بلقائك، وصباح النور على حضرتك. صباح الفل. شكرا ليك. شكرا كمان لحضراتكم جدا على حسن متابعتكم لينا في حلقه النهارده من صباح النور. نتقابل معاكم ان شاء الله فريق عمل جديد، صباح جديد، والى اللقاء.